بسم الله. أصحاب الفخامة، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أيها الحضور الكريم، ليس غريبا أن تكتب نواكشوط المغتسلة بمياه المحيط الأطلسي على أديم حصاها المداعب برذاذ المطر. أهلا ومرحبا بالأشقاء القادمين من شتى أنحاء الوطن الكبير الممتد من المحيط إلى الخليج. ليس غريبا أيها السادة أن نطلب من أمنا اللغة العربية ونحن أبناؤها البررة أن تسعفنا بمزيد المفردات والمفاهيم تعبيرا عن الشكر والتقدير والامتنان. قلت إننا أبناء بررة للغة العربية، ليس فخرا وإنما استحضارا لتاريخ مشرق لأهلكم هنا على أديم شقيق. ذات مرة عندما حاول الآخر استلابنا وإبعادنا عن جذورنا، رفضنا بصوت مجرشن. شاعر موريتاني في ليلة قضاها بالسجن عندما ساوموه تجاه لغته وجذوره، أجاب: أيها السائلون عني غضابا عربي، أنا عربي، أيها اللاهثون خلف لساني، لا يموت اللسان والقلب حي. أصحاب الفخامة، أصحاب السمو، ليس غريبا كذلك أن نرقى باللغة من النثر إلى الشعر، لم لا وقد التأم الشمل تحت هذه الخيام الأصيلة، والخيمة بيت العرب، موطن الجمال وظرف الحسن. لو كنت أصبحت في الصحراء مرتقيا بساط رمل به الحصباء كالدرر، أو جلت في روضة قد راق منظرها بكل لون جميل شيق عطر، ترابها المسك بل أنقى وجاد بها صوب الغمائم في الآصال والبكر. قال الأولى قد مضوا قولا يصدقه نقل وعقل، وما للحق من غير، الحسن يظهر في بيتين رونقه، بيت من الشعر أو بيت من الشعر.